الزريف. ونشكر ايضا واجب الضيافة كل من شارك، الكابتن عصام واولاد دياب والاستاذ وائل صالح هذا القران. وفي اثناء التلاوة اخوة الهبال والاسلام حضر الاعلام فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان القارئ والمقيم بمركز مدينة يهيا، وحضر العلم الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الالفي، وحضر ايضا فضيلة القارئ الشيخ محمد حميدة وفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد اسماعيل وشيخ القراء مولانا الشيخ مصطفى عبد الله عبد الرحمن ومولانا الشيخ السيد ابو علاء، وحضر اجل الراحل الكريم وقارئ القران الكريم مولانا الشيخ اسعد ابو الجدير رحمه الله عليه، حضر نجله مولانا فضيلة القارئ الشيخ ثروة اسعد ابو الجدير، كما حضر العلم الاذاعي الكبير مولانا الشيخ اسماعيل قنطاوي الذي جاء ايضا مشاركا في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك، كما اتقدم نيابه عن مولانا الشيخ زكريا الخطيب ومولانا الشيخ شوقي نيابه عن الوعظ والارشاد ونيابه عن مديريه الاوقاف الشرقيه. هيا بنا اخوه الهلال والاسلام يتجدد اللقاء مع حضراتكم، نعيش مع تلاوه قرانيه طيبه مباركه لهذا القارئ الذي يتعلم منه الكثير كيف يقرا كتاب رب العالمين، فضيلة القارئ الشيخ جودة علي متولي القارئ والمقيم بالشرقوة مركز متغمر بمحافظة الطرقلية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين فليفتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله اكبر. صلي على الشيخ جودي.
نعم شيخ جود. ودعوا إلى ربك
ولا تكونن من المشركين إسماعيل الطبقاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، وحضر أيضا فخر لنا دائما نفخر به لأنه يجمع ما بين عالم جليل وقارئ للقرآن الكريم، صاحب مدرسة الصاروخ في فن تجويد القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروخ الذي حضر مع حضراتكم. وأقول لكم بأن السادة القراء سيتوافدون على حضراتكم.